آه، يا له من يوم جميل لركوب القارب في المستنقع. ولولا هذا البعوض لكان يوما مثاليا، لكن لسبب تجهله يصبح حجم البعوض أكبر كلما تقدمت في المستنقع أكثر. كان في البداية أشبه بحشرات صغيرة غير مرئية تقريبا، وأصبح الآن بحجم إبهامك. يمكنك سماع صوت أزيزه وهو يتجاوزك. تتقدم أكثر في محاولة للبحث عن سبب ضخامة حجمه، فترى في النهاية مجموعة كبيرة من البعوض بحجم راحة يدك تحوم في الأرجاء. يلاحظ البعوض وجودك ويتجه نحوك، فتتناول غصنا لضربه وإبعاده عنك. تجري عائدا إلى قاربك وتحاول الهرب، لكن يتبعك البعوض وينجح البعض منه في الهبوط عليك. تضرب البعوض لإبعاده، لكن يظهر المزيد منه بحجم يتجاوز حجم كرة السلة. تشغل القارب وتعود إلى اليابسة مسرعا، وبمجرد أن تصل إلى هناك ترى الجميع في حالة من الذعر بسبب البعوض العملاق الذي يتجاوز حجم البعض منه حجم كلب كبير. وترى الناس مختبئين أسفل طاولات التنزه، بينما فضل آخرون العودة إلى سياراتهم والابتعاد عن المكان. تنزل من القارب وتهرع نحو أقرب محل بقالة يرافقك العشرات، فيغلق الموظفون البوابات، لكن يظهر البعوض من خلال الجدران الزجاجية الكبيرة وهو يتكاثر. إنه يكبر ويصبح بأحجام ضخمة لدرجة أنك رأيت بعوضة بحجم سيارة. إنها قوية حتى أنها سقطت على سيارة فارغة وسحقتها. يرتعد كل من في الداخل خوفا مما يرون، لكنك تحاول تهدئتهم ومنع حدوث أي فوضى. يحط البعوض على الجدران الزجاجية ويحجب ضوء الشمس، ما جعل المكان مظلما. رفع أحدهم مستوى صوت التلفاز حيث كانت هناك أخبار عاجلة. ينتشر البعوض في جميع أنحاء القارة ويدمر الموارد الطبيعية ويقتحم المدن. ينصح الناس بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر. يلاحظ البعوض وجود أشخاص في المتجر، لذا يحاول البعض منه الدخول عنوة. وتحلق في السماء بعوضة بحجم سيارة غير مدركة لما يحدث في الأسفل. يسمع كل من في المتجر ضجيجا قادما من الغرفة الخلفية، فيدرك الموظفون أنهم لم يغلقوا الأبواب. تدخل بعوضة كبيرة لتضرب كل شيء في المكان. يركض الجميع في حالة من الذعر ويلقون عليها كل ما يجدون في طريقهم. يمسك بعض الناس بمطفأة حريق ويرشون محتوياتها لتذهب إلى الغرفة الخلفية. يغلق بعض الموظفين الباب ويضعون حاجزا عليه كي لا يتمكن أي شيء من الدخول. ينتظر الجميع في حالة من التوتر، ويظهر على التلفاز بث مباشر لتحليق البعوض العملاق في كل مكان، حتى أن هناك طائرة مروحية اضطرت للهبوط بسبب كثرة البعوض في السماء. يرتجف الجميع خوفا عند سماع صوت طنين المزيد من البعوض قرب الباب الخلفي. تمر الساعات ويستمر المزيد من البعوض في القدوم دون توقف. لا أحد في الخارج، ودمرت الكثير من المعالم في الحديقة. وترى البعض يأكلون كل ما أتيح لهم، بينما ينام البعض من شدة التعب. يظهر على شاشة التلفاز خبر عاجل يفيد بوجود حافلة مصفحة ومجهزة لنقل الناس قرب المتنزه، لكنها لن تذهب إلى المناطق الحارة حيث سيكون الخطر كبيرا. الطريقة الوحيدة للوصول إلى تلك الحافلات هي الوجود على السريع بعد ساعتين. يحاول الجميع الاتصال بأحبائهم، لكن أبراج الهواتف النقالة قد دمرت ولا يمكن لأحد الاتصال بأحد. والبعوضة التي اقتحمت المنطقة قبل فترة وجيزة دمرت الخط الأرضي الوحيد الذي كان موجودا، والناس في حيرة من أمرهم حول ما إذا كان عليهم البقاء أو الرحيل. تغطي المزيد من الحشرات البقع الفارغة في السماء حتى تختفي الشمس. حينها انقسم الناس إلى مجموعتين، أولئك الذين سيغادرون للحاق بالحافلة ومن يريدون البقاء. يعرف الموظفون الطريق الخلفي الذي يمكن أن يؤدي بسرعة إلى الطريق السريع. المشكلة الوحيدة هي أن الطريق سيستغرق حوالي 20 دقيقة سيرا على الأقدام نظرا لعدم وجود سيارات لاستخدامها. الطريق صعب، إذ سيحتاجون إلى الهرب من المدخل الرئيسي والتوجه عبر الغابة الكثيفة خلف حاوية القمامة. ومن هناك يمكنهم دخول أحد المباني أو المرور عبر قنوات الصرف الصحي المؤدية إلى البحيرة المجاورة للطريق السريع. يقرر الطرف الأول المغادرة ويجهزون الإمدادات اللازمة للانطلاق، وفي كل ثانية يصل المزيد من البعوض ليغطي السماء. إنهم يتسلحون بأي شيء يجدونه لحماية أنفسهم. ينجذب البعوض لثاني أكسيد الكربون الذي يخرجه الناس عند الزفير، ويدرك أن هناك الكثير منه قادم من متجر البقالة. وبمجرد أن يصبح الجميع مستعدين للخروج يحضرون بعض المشاعل ويضيئونها بوضع وقود الشواء عليها لإشعال النار. لقد كنت جزءا من المجموعة التي تخطط للهرب. تفتح الأبواب ويختبئ الجميع خلف حاوية القمامة. يحاول الكثير من البعوض مهاجمتكم،
لكن يصده الدخان المنبعث من النار. في كل ثانية يزداد عدد البعوض ليملأ السماء والمكان. ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص بالعودة إلى المتجر لأنهم لم يتمكنوا من تجاوز حاوية القمامة والتوجه إلى المبنى الآخر. وفي النهاية يسرع بقية الأشخاص بمن فيهم أنت نحو المبنى، لكنه كان مغلقا ولا يمكن لأحد كسر الباب. كانت الخطة البديلة كسر زجاج النافذة والتسلل إلى الداخل، فتمسك بحجر وتحطم أقرب نافذة إليك. المشكلة الوحيدة هي قدرة البعوض على اللحاق بكم إلى الداخل، لذا ليس أمامكم خيار آخر سوى النزول إلى الطابق السفلي والبحث عن مدخل قنوات الصرف الصحي. لقد نجحتم بالعثور عليه ونزلتم جميعا إلى الأسفل، ولا بعوض هنا، لا شيء سوى الفئران تسير على ركبتيك في مياه الصرف الصحي، ولا يستغرق الأمر منك سوى بضع دقائق حتى تصل إلى النهر. لكن هناك مشكلة أخرى، وهي أن المجاري لا تذهب إلى البحيرة مباشرة، بل تتجه إلى مكان ما في أعماق قنوات الصرف الصحي. تواصل السير إلى أن تجد مخرجا، فتجد نفسك قريبا من حفرة مياه تصب بها كل مياه الصرف الصحي قرب المستنقع. المشكلة الوحيدة الآن هي أنك لم تعد قرب الطريق السريع، وبدأ الوقت ينفد. يحتشد المزيد من البعوض في الهواء، ترى كائنات تطفو في الماء بحجم قريب من حجم القطط. إنها صغار البعوض وهي متجهة نحوك، تسرع برفقة الآخرين في التوجه نحو الشاطئ، فترون بعوضة عملاقة تحاول الإمساك بأحدكم لكنها تخطئ الهدف. يصل الجميع إلى منطقة المستنقعات الكثيفة حيث لا يستطيع البعوض العملاق الدخول. يغطي الجميع أنفسهم بالأغصان لحماية أنفسهم. بقيت 15 دقيقة على موعد وصول الحافلة المصفحة، وبما أن البعوض غير قادر على الدخول إلى هنا فسيكون هذا أفضل مكان للاختباء حتى ذلك الحين. يحل الظلام ولم تصل الحافلة بعد، مرت 3 ساعات ولم تصل، لا يزال البعوض يحوم في الأدغال الكثيفة. بعد فترة يسمع الجميع صوت محرك ويرون ضوءا على الطريق السريع. ينهض الجميع مسرعين نحو الحافلة، لكنك تمنعهم تجنبا للفت انتباه البعوض. تتطوع للتسلل وإيقاف الحافلة، وبعد ذلك يمكن لأي شخص آخر المتابعة دون لفت الانتباه. تحرك بضعة أغصان وتزحف إلى الطريق السريع، تحاول حبس أنفاسك كي لا تصدر أي صوت قوي عند تنفسك. تصل إلى جانب الطريق وتلوح بذراعيك لإيقاف الحافلة، فتتوقف ويفتح الباب. تشير إلى بقية الأشخاص ليتبعوك فيلحقون بك، والآن الجميع في الداخل آمنين. يلاحظكم بعض البعوض ويبدأ في النقر على الحافلة، لكن الدرع قوي. تنطلق الحافلة بحثا عن أشخاص آخرين على الطريق، وفجأة تحط أمامكم بعوضة عملاقة. تتوقف الحافلة فترى أمامكم بعوضة بحجم طائرة بوينغ 747. تستعد البعوضة للهجوم، لكن تسرع الحافلة وتنطلق للمرور من بين أرجلها. تحلق البعوضة وتحاول اللحاق بالحافلة، لكن تدخل الحافلة نفقا يقود إلى الجانب الآخر من الجبل. وبعد بضع دقائق تصل إلى منطقة مفتوحة خالية من الأشجار أو المباني. تسرع الحافلة بينما تتجاوز العوائق على الطريق، فترى أخيرا أنكم بالقرب من متجر البقالة الذي كنت محتجزا فيه. تفتح الحافلة الباب لمن بداخلها لنقلهم إلى منطقة آمنة. تسمع من عمال الإغاثة أن العالم بأسره تعرض لاجتياح كامل من قبل هذه المخلوقات العملاقة. وأثناء وجودك في الحافلة ترى بعوضة هجينة برأسين وذيل عقرب، إنها بطول تمثال الحرية وهي مستعدة للهجوم. إن ما يسبب نمو هذه البعوضة بشكل غير طبيعي هو ما يجعلها هجينة ومتحولة، وكنت تظن أنها بداية أسبوع جيدة.